عندي تصور كده، عايز اعمل لكم حاجه، مش عارف دي ضد البيئه ولا لا، بس يعني ايه، لاوضاع ما معرفناش نجيب شجرتين نجيب فيهم اللي. يعني نفترض ان دي كده الشجر ده في مدينه نصر بتاع فكه الريس، ولا يهم ولا يهم ولا يهم. سامعيني كده يا شباب ولا؟ شباب سامعيني؟ البتاع فكت؟ طيب والقميص مش عاجبك كمان؟ مزغلل؟ عشان مزغلل؟ طب اغيره؟ لا، وانا مش ناقص الناس عينها توجعها. لا يا ريس. طيب ماشي. عدنا لحضراتكم. كنت بتكلم على الشجرتين دول. انا اسف لان الرابط بتاع الميكروفون بتاع الاربيز فصل، فركبنا تاني. في بعض الـ 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 القرارات، خلينا في محافظه القاهره عشان انا من سكان محافظه القاهره دلوقتي حاليا يعني، بس بعض القرارات بتيجي في محافظه القاهره ما بتطبقش. يعني من ضمن الحاجات اللي مثلا تيجي تتكلم فيها تلاقي، والله العظيم يا جدعان انا بتكلم وكل احترام وتقدير لكل واحد يعني، بس احنا دخلنا دلوقتي مرحله تركيب البلاط، نشيل بلاط ونحط بلاط، نشيل بلاط ونحط بلاط، نشيل بلاط بلاط سليم ونحط بلاط سليم، نشيل بلاط سليم ونحط بلاط سليم، مرحله البلاط يعني. في مدينه نصر انت ما انتش عارف هم عايزين يعملوا ايه، ومهما يبرر ومهما انت تقول هو هيبرر لك، يقول لك احنا بنعمل واحنا بنسوي، بس انا شايف انه في اللي بيحصل في مدينه نصر ومصر الجديده اهدار ملعب، وبالذات مدينه نصر اهدار ملعب على عينك، يعني اهدار ملعب. الاستاذ مرسي بيقول لك في اخر المقال، اناشد باسم الاف المواطنين، اناشد اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهره سرعه مراجعه هذا التصرف الذي يختصم الكثير والكثير بالرصيد انجازات النظافه والتجميل التي شهدتها القاهره على يديه منذ توليه المسؤوليه، والله المستعان. حقيقه ما شفتش انجازات، معلش الاستاذ مرسي عطله راجل محترم جدا، فبالتالي يعني حساس في كلامه، انا ما شفتش انجازات محافظه القاهره في الفتره الاخيره. بقول له انا واحد منهم، اليس من حق سكان المنطقه وانا واحد منهم ان يتم سؤالهم واستطلاع رايهم في المفاضله بين بقاء خضره وجمال الحدائق ومن زياره مساحات الرصيف بالاسمنت لاقامه حظائر لانتظار ومبيت السيارات، لنتوقف هدرانا عند حد الاعتداء الغاشم على البيئه، وانما هي تحمل فتياتها مخاطر امنيه متعدده الجوانب، لا اظن انها تغيب عن فطنه خبراء الامن. انا عندي شجره زي دي، ده شجر صناعي يعني. انا عندي شجره زي دي، لو انا دخلت القناه، اثبت، استمر في النفخ يا معلم، اثبت. لو انا دخلت القناه وجيت، انا مش بهزر انا بقول بجد، وجيت مثلا رحت عامل جايب الشجره دي ورحت عاملها كده، وادي صناعي ماشي، صناعي بقول صناعي ماشي، الامن من حقه يديني جزم، تقول لي انا المذيع من حقه يديني جزم، لان هو بيعتبر ان دي عهده، يعني عشان ان انا اخد دي او اعتدي على دي عهده. فتخيل انت بقى لما دي موجوده في محافظه القاهره وموجوده في مدينه نصر ومجمله المكان ومزيناه والدنيا ماشيه كويس، ويجي محافظ القاهره او معرفش نظافه وتجميل القاهره هيجي يقول لحضرتك تاني مبررات هذا الامر، ان احنا بنجمل وان احنا بنعمل وان احنا مش عارف ايه وان احنا اصل احنا مفيش حاجه اسمها يا فندم تديك حق انك انت، انا بدي حضراتكم بس صوره، وادي برضو دي صناعي يعني هنركبها تاني ما تقلقوش يعني، دي صناعي، دي صوره من صور الخضره اللي كانت ماليه البتاع دلوقتي، دي تاني اهو. انا عارف ان انا اديني يا عم جزا مش مشكله، بخصمها من المرتب، بخصمها من المرتب، اخصم يا امن من المرتب ما تقلقش، المرتب بتاع الشهر الجاي بخصمه ان شاء الله. ادي بس بوري حضراتكم تاني نموذج من نماذج الاعتداء على البيئه. اتفضلوا، ادي الفرعين اهم، ادي فرع بعد ما شلت منه البتاع. تخيل انت بقى بتيجي بالدوزر وتروح شاير الشجره دي كلها، وتيجي بلدوزر تاني وتروح شايل الشجره الغلبانه دي كلها وتروح، كل ده بيبقى بره، كل ده خلاص خلص.
ادي البلدوزر بتاعك اللي اشتغل سياده المحافظ. والمش المنطقه دي بس، لا ده في مناطق كتيره جدا. دي نقطه بقى. النقطه الثانيه اللي الاستاذ مرسي ما اتكلمش عليها، نقطه القهاوي. الايه؟ القهاوي في مدينه نصر ومصر الجديده. القهوه يبقى ده الحدود بتاعتها، الحته دي كده، دي الحدود بتاعتها، الحته دي ممكن ما اعرفش دي تيجي ده دي اه دي الحته المربع ده كده، ده اللي بس مربع القهوه كده. هتقولي قهوه في مصر ملتزمه بالمربع بتاعها، وهو مش غبي طبعا اللي واخد القهوه، واخدها قصاد ميدان، واخدها على الرصيف، واخدها على، تبص تلاقي القهوه دي مساحتها واخد على قد مساحتها ثلاث مرات، يعني دي تلت، يعني دي ربع اللي هو واخده، دي الربع الحقيقي بتاع الربع ده، هو المساحه الحقيقيه بتاعت القهوه. واخد ثلاث ارباع بقى، او واخد مثلا 300 400 متر، والله ما بهزر، في الشارع. وتروح تشتكي المحليات، وتشتكي المحافظه، وتشتكي لسياده اللواء اللي هو ماسك الحي، وتشتكي ولا حد بيسال في حد، ولا حد بيعمل حاجه، ولا حد. ما هي دي برضه على فكره، انا النهارده انت بتقول امبارح احتفلنا بتخريج دفع جريده من الشرطه بتاع لضبط الامن في البلد، من ضمن ضبط الامن برضه انك تنفذ قانون.